السابق شقوا الصف المجتمع الكويتي وعززوا الطائفية والقبلية. شفنا الطق بين النواب، شفنا الشتائم بين النواب، تخوين النواب بعضهم البعض، إساءتهم حق بعضهم البعض. هذه أمور بالفعل أوصلت لنا إلى ما وصلنا إليه، واللي اضطر فيه صاحب السمو الله يحفظه ويطول بعمره إلى حل المجلس. فحل المجلس كان هو الحل، ويمكن احنا تطرقنا في حلقات سابقة مع الدكتورة فاطمة، ويمكن تطرقنا إذا هل هو حل دستوري أو لا. الحين احنا انتهينا منه، والحمد لله المرشحين إن شاء الله بإذن الله، وما نتمنى أن نرجع للمربع الأول. نتمنى منكم يا أستاذ محمد، أتمنى حقيقة حضرتك إن شاء الله، ونقول لك فالك المجلس وغيرك من يوصل إلى قبة البرلمان، يضع الكويت تكون الكويت هي ضمن أولوياته في المجلس. يعني هذه حقيقة احنا نتمناها، ونتمنى التغيير، نتمنى وجود وجود شبابية إن شاء الله بإذن الله تعالى. وبالفعل أنا أضم صوتي لصوت أستاذ محمد في كل اللي قاله. نعم لك تصريح، هو مو تصريح ولكن كانت لك احتجاج على قضية الحراك السياسي الشبابي. نبي نسمع ليش هذا لك احتجاج أو تصريح اللي كان سلبي أكثر مما هو إيجابي؟ شنو رؤيتك حول هالموضوع؟ هل أنت مؤيد الحراك الشبابي؟ أنت مو مؤيدهم؟ طبعا الفهم بحسب الصورة اللي احنا نشوفها. نعم. يعني الصورة الواضحة أن الحراك الشبابي ما كان واضح، اللي كان واضح مجموعة من النواب المؤزمين. نعم. هم قادوا الإعلام لإثبات الحراك السياسي، هم قادوا مجموعاتهم اللي تنتمي لهم إلى التظاهر بالشارع، التواجد في ضمن القانون إحنا ما نعترض عليه، لأن بالقانون إحنا نرقب في سيارة القانون. اللي مبين واضح أن المجموعة اللي صورت أن الكويت تعيش أزمة، هذا أنا أشوفه وهم 100%. يعني أنا أتساءل منو هالشباب وليش ما يطلعون وليش ما يتواجدون وليش كلهم خلف الكواليس، واللي يظهر في الشاشة واللي يبين في الصراخ واللي يتبنى الشتم هم النواب. يعني إحنا وصلنا مرحلة أن التدليس أصبح حقيقة، وهذا خطر. يعني النائب أنا أتمنى شغلة واحدة، يعني خاصة اللي يدعي شيء، يعني لما نقول واحد أنا مثلا أطالب بتعديل المادة الثانية لتطبيق الشريعة، وهذا مطلب كثير من المؤزمين. أبسط آية في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إحنا ما شفنا غير السب والاستهزاء والتنكيل والغمز والهمز واللمز. طيب يعني وصل مرحلة بعد يمكن والضرب والضرب. لا لا بضيف عليكم لكم الأخت نجلة. نعم. والهذا يعني تعديل المادة الثانية كأنه يقول إحنا أساسا ترى مجتمع الكويتي يتميز بخصوصية إسلامية ترى وايد حلوة، مسلمين طول العمر. هل فعلا إحنا محتاجين إلى تعديل المادة الثانية؟ نحن محتاجين إلى أسلمة القوانين، ولا إحنا محتاجين إلى أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؟ يمكن أنا سبق أني طرحتها، ما أدري إذا برنامجك ولا لا، دكتورة فاطمة، أستاذ محمد، أيام ما كنت طالبة في كلية الحقوق كان دكتورنا الله يرحمه عثمان عبد الملك الصالح كان يحذر من تعديل المادة الثانية. ليش؟ يقول ديروا بالكم فيما لو لا سمح الله تم تعديل المادة الثانية، معناته شنو؟ معناته إلغاء الحكم الوراثي، معناته إلغاء حكم آل الصباح. أنا واضح. الشريعة الإسلامية، طيب الشريعة الإسلامية المذهب السني ولا المذهب الشيعي؟ المذهب الشيعي أي مرجعية بيكون؟ رح ندخل بمتاهات إحنا في غنى عنها. فأنا أحذر القيادة السياسية أنها يوم من الأيام لا سمح الله ترضخ تحت ضغوط الإسلاميين في تعديل المادة الثانية. هذا كلام دكتورنا الفاضل الله يرحمه عثمان عبد الملك الصالح، بمجرد أن يتم تعديل المادة إلى أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي، معناته إلغاء الحكم الوراثي، معناته إلغاء حكم الصباح. وهذا اللي ما في أي كويتي مخلص شريف محب لدولته الحبيبة الكويت يقبل بهذا الأمر. لأن احنا الكويتيين من قبل أيضا وضع الدستور احنا بايعنا أسرة آل الصباح على أساس هي اللي تحكمنا. وما في أي أسرة كويتية
في الكويت صالحة لإدارة البلد وحكم البلد غير أسرة آل الصباح الكرام؟ تفضل. المسألة أنا أنا مشكلة هذا الرأي متبني علني يعني. متبني الرأي علني. وبعض الأخوة حق أهل الديرة وخيسمعونه. الأخوة هم زعلوا بس طبعا أنا أقول الإعلان عن يعني إعلان عن هدف سياسي هم يشوفونه مشروع، إحنا ما نشوفه مشروع. يعني حدث إحياء التراث وغيرهم من الحركات اللي متواجدة في الشارع الكويتي كانت تتبنى أن يكون رئيس وزراء شعبي. نعم. وهذا واضح يعني. هل ما زال الطموح تعتقد موجود متواجد؟ موجود وقاعد يسعوا له. إحنا أكثر من كذي هم. نعم. الآن داشين في مسألة تعديل قانون العقوبات حتى يكون على الطريقة الإسلامية. نعم وضح لنا أكثر أبو علي. إحنا الإشكالية العودة اللي إحنا نعيشها في الكويت إن حدث وإحياء التراث حركات إسلامية تنتهج فكر سياسي تتبنى حركة سياسية متواجدة في الكويت من السبعينات. لها تواجد في مفاصل الدولة في أجهزة قيادات عليا جدا على مستوى وكلاء ووكلاء مساعدين. وأنا هذا جاي ما كنت أحذر منه وأقول أن المتواجدين في ساحة الإرادة ويطلبون بإسقاط حكومة الكويت هم نفسهم المتواجدين في جهاز التنفيذ للدولة من كثرتهم، لأنهم يقودون الدولة. الدولة تعثرها. يعني أنا مثلا أسمع هالأيام ان مثلا تعديل الماده الثانيه ليش مثل ما تفضلت اختي مطالبه برئيس وزراء شعبي ليش؟ هذه الاسئله اول ما كان فيها جراه، اليوم فيها جراه وبالعلن مو بس من يعني انا قاعد اقول لك يعني واحد مثلا والله من موقع القوه والسلطه يتكلم من موقع مسؤوليه. نعم. اهلا وسهلا الحوار ما عندنا مشكله فيه، لكن من عرى وبرى قام يتكلم. هذه مشكلتنا في الكويت، الحرية سقفها عالي. نعم. يعني أنا لو أقمض عيني وأشوف أي دولة عربية أكو حرية بالكويت مثلها، نصعد شوية دول إسلامية الكويت أعلى، عدم الانحياز الكويت أعلى. إحنا أو أنا كنت أقول يعني الأسرة الحاكمة في الكويت وصلوها مرحلة أن خلوها والعياذ بالله، يعني إحنا من الناس اللي متبنين أن هذا يعني راح أقولها يعني هذه المهزلة لازم توقف. نعم. واحنا اللي نوقفها، احنا كويتيين كلنا بيد واحده نوقفها، لان الحكماء من خلاص الكويتيين خلاص بس ما يصير. نعم. يعني بلغ السيل الزبا. انا قلت لك الجرائم وين واصله، يعني حتى في الجرائم السياسيه واصلين. نعم. احنا في القمه وهذه مشكلتنا. نعم. ابو علي في الحين بدينا الانتخابات وبسم الله الرحمن الرحيم بعد ما تم اقفال باب التشريح يوم اللي معلفات بدت الفرعيات، بدأت المال السياسي شراء الأصوات في الدائرة الثانية في الدائرة الثالثة. يعني قاعد نشوف فرعيات تدرج أسماها وتتصدر وسائل الإعلام في التلفزيون وفي وهذا ذكرت أنا في مقدمة برنامجي أكثر من مرة. ويؤسفني أن أنا أشوف التاريخ يعيد نفسه في المجالس السابقة. يعني ما بأذكر الأسماء، الأخت نجلة تعرف أسماءهم الحين، ومتأكدة كل كويتي على هالأرض الطيبة يعرف منه اللي نجحوا بالفرعيات المطران ولا العتبان ولا الرشايدة أيا كان من القبائل اللي كلهم وصحيح كل احترام ونجلهم. نعم. وفي عزوف، ترى في عزوف هالمرة، يعني بشر الخير في وعي أكثر من قبل. نعم. لكن هذول اللي راح يندعمون يوصلون المجلس. السؤال لك استاذ. أنا يعني أعتقد ما تخالفوني إذا المسيء يكافئ، شو تتوقعين المسيء منه؟ يكافئ. نعم. شو تتوقعين راح يسيء أكثر؟ إحنا نتكلم بلغة القانون. إيه؟ مو الأشخاص والأفراد. من العقوبة أساء الأدب. فالإشكالية وين؟ ماكو حزم. يعني إذا ما في حزم في تطبيق العقوبة راح نشوف أكثر وأكثر وأكثر، ما راح توقف السالفة. يعني اليوم لما واحد يسأل يقول هل التأزيم سيقف؟ أنا تقييمي ما راح يقف. طيب يقول لك حولناهم الحين على النيابة العامة وطلعوهم 200 دينار أعتقد. إحنا إذا 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 يوصلون القضاء بعد إحنا نعتقد بنزاهة القضاء والمفروض هو الفيصل. هو الفيصل. أنتم قانونيين اثنيناتكم الصراحة، ودي أستفيد منكم أهل الديرة، هل في إمكانية تغليظ العقوبة؟ عقوبة الفرعيات يعني مستقبلا عن طريق أنا ما أدري تعديل القانون؟ لا تعدل بالقانون يعني نواب مجلس الأمة، لأنه هو المطبخ القوانين. مجلس وهذا التشريع هنا خليه يعدلون.
لهون بالاستجوابات والصراخ والتشابك الايادي، وخرجوا عن مسارهم المطلوب اللي هو سن القوانين، تعديل القوانين، الغاء بعض القوانين اللي عفى عنها الزمن، يعني في الامكانيه تعديل تغليظ العقوبه الفرعيه لان 200 ولا شيء بسيط ترى العقوبه قوانين وضعيه البشر. هني مثل ما قالت اختي نجله، تغليظ العقوبة عن طريق نائب مجلس الأمة بعد ما يوصل البرلمان يسن القانون، يعني يطرح هني الإشكالية، يعني أنت طالع من رحم الفرعية وتتكلم باسم الدستور وتتكلم باسم القانون وتتكلم باسم الشعب الكويتي، وأنت ما تمثل إلا قبيلتك، ما تمثل الشعب، واضحة يعني أنت سويت صناديق اختراع قبل الصندوق الرئيسي، وهذا احتجاجنا عليك. ولا أكو رشايد ومطران وقبائل قاعد تنزل انتخابات يعني معطينهم على قولتنا عرض اكتافهم، هذول احنا ايدنا بيدهم وهذول احنا نأيدهم ونشد على ايدهم ونقول حتى حق اهاليهم عطوا ذول لا تعطون ذول. وعلي يقولوا لك انتوا ليش حاطين علينا، احنا مو فرعيه، احنا تشاوريه كالتيارات الاسلاميه الثانيه تسوي قاعده انتخابات وكالأندية سووا انتخابات، ايش معنى علينا احنا لغتنا بالقانون، احنا لغتنا بالقانون، احنا ما عندنا عداء شخصي، هي القضية قضية فكر وقضية اعتقاد بالفكر وتسليم بالقانون لسيادة القانون، لأن سيادة القانون هو اللي يحفظ المجتمع. نعم، تطبيقنا ومطالبتنا بالقانون لحفظ المجتمع ولحفظ حقوق الآخرين، يعني أنت إذا دائرة فيها قبيلة مو مثل قبيلتك وانت تسوي فرعيه وتطلع اربعه، هذيك القبيله راح تهضم كما قاعد يصير في الدائره الرابعه وحتى قاعد يصير في الدائره الخامسه. القبائل اللي اضعف قاعد تحاول شنو؟ تتكتل مع قبائل اخرى تسوي تكتل. انت قسمت المجتمع قبل لا تبدا الانتخابات، فرقت المجتمع، في هضم حقوق، هضم حقوق للاقليه للفئه الاضعف طبعا. وبعدين ما فيها حتى كفاءه. اللي هم عندهم يعني حسب ما يقولون الربع اللي محتجين من يعني من نفس القبيله ربعي يقول محمد السالفه انت وين اهلك خوايا تنزل بس مش مهم كفاءه ولا القوي الامين او الاصلح، لا المهم هذا فخذه اكبر من قبيله، فخذه اكبر او في دعم منهم او طرحه طبعاً. او طرحه يتلائم مثلا الان بعض الفرعيات رحم الفرعيات طلعت مؤزمين الكل يعرفهم، يعني مثلا هذول الشخصيات جايين حتى يتهاوشون، جايين حتى مثلا عنتريات إيه يخالف انا هذا اللي قلت له لا تزعلون مني، لا تزعلون مني، الغسوه والغلظه والحده طلعت ثمار حقهم، صارت عندهم مكاسب، صاروا ابطال، قاموا يتفاخرون. سؤال ما دام انا انتهز انت قانوني اثنيناتكم، ليش اللي نزل في الساحه ويمسكوهم من الدولة كلهم ترشحوا لثقتهم ويقينهم أنهم راح يصوم مجلس الأمة، إيش الثقافة هذه؟ لأنهم كونوا لهم بطولة ورقية، بطولة من ورق، لأن الحين اللي يهدد وصارخ أنا قاعد أشوف النجلة قاعد هالأيام أقلب أتابع كل اللي نزلوا وشققوا الصور الخرافي وشققوا صورة الشيخ ناصر المحمد، ترى هم اللي رشحوا للأسف. أنا أقول لك شغلة، بس أنا مو فاهمة شيء، لا أنا أقول لك شغلة لازم يعني حتى المشاهد خليه يفهم. تفضل. يعني إحنا مع الأسف في شخصيات داخل الحكومة ساهمت في تفعيل حدة الصراع، يعني هذا خلينا نفهمه بعد، يعني إحنا ليش الطرف الثاني وايد محتد؟ أنت لما تشوفين قضية 16 نائب، وطبعا إحنا نقول ونلتزم بأن على المدعي البينة واليمين على من أنكر، وهذه القضايا كلها داشة في القضاء الحين، لكن هذا الوضع اللي صير لما 16 نائب يحال إلى النيابة بتهمة تضخم أموال، هذا يعطي سبة وسبب حق الطرف الثاني حتى يثبت صحة ادعائه بأن الحكومة فاسدة. احنا عندنا هالاشكاليه، يعني احنا لا نحط اللوم كله على طرف ولا نشوف الطرف الثاني، يعني الانصاف ايضا مطلب مهم. الانسان اللي يبي يحط ايده على التشخيص حتى يلقى علاج، مو حتى يعني يتجاوز الازمه بدون علاج، ما راح نوصل حق حل. اذا تم القضاء على الفساد في السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه راح نعبر بر الأمان، وهذا اللي نتمناه، إن حتى الصوت القادم
سمو الشيخ جابر المبارك الله يحفظه ويرعاه، على أدري عنده مهمة صعبة. نعم. انتقاء الشخصيات خلي يكون وفق نعم. أسس ومعايير نعم. ثلاثة أساسية: العفة والشجاعة نعم. والحكمة نعم. إذا عندك وزير بهالمواصفات